تحية لكم المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف ان شاء الله وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جينا غنشارك معكم واحد الفيديو اللي هو زوين زوين زوين، واخيرا اخيرا فريده ولدات، بغينا نشاركوها معكم. ومرحبا بكم، داك المره راك جيت وصورت وقلت لكم فريده راه مسكينه الله يفك حالها تاع على خير، راه حامله، راه دار، راه هي حامله. الناس اللي ما كيفهموش، كاين بحال بلاتك كنقول لهم بقره دارها ولا حمره دارها، تقول لك اش دارها، فهمتي؟ دابا الناس اللي خاصهم نشرحوا لهم شي حاجه. مالا كضحك؟ عرفت دابا بلدات مع قرجه الباديات بزاف، ولات بلديه، ولات كتعرف كل شيء تبارك الله. خلي معاكم نعيمه. تحيه لكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاي، نتمنى صحيح نكون بخير وعلى خير. هو اليوم راه دك عليا عيطنا عليها، راه فريده راه ولدات، غادي انتم غادي تشوفوا البنيه وتشوفوا وتابعوا معاها. اصلا نزروها نعيمه، نزروها ياك؟ زريها. وتاخذ البنات شكون ياخذوا؟ ناخذوا شفينا في العلف. دابا حنا غنعطيو الزروره، حنا باقي معاها غنمشيو نشوفوها، اول مره باقي ما شفناهاش، وغاديك البركه اللي غنعطوها غتاخذها نعيمه وتشلها بها العلف. تحيه نعيمه. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. واليوم فريده ولدات، وانتم معانا غنوري لكم فريده ولدات. الدكاليه فرحات اولاد دحشه، اه دحشه ولدات بنت. اشاركوا معانا، يلا معانا العربي. تحيه للمشاهدين، تابعوا معانا الفيديو حتى الاخر، وغادي يعجبكم بزاف، وتابعوا معنا، بقى معنا لايكات ودعمونا. ما تنساوش ديما دعمونا بلي لايك لي لايك، وتفعيل الجرس باش توصلكم كل جديد ان شاء الله يا ربي. ومازال ننتظروا الجديد، كاين شي مفاجآت زوينين. بقاو معنا المتتبعين. شوفوا تبارك الله، شوف النيه ديالها صغيره، الله يلا فرحانه. هذيك تاع ديال المتتبعين كل شيء فيها كنسحب غير التوام. البنيه باقي ما سميناش دابا، لا اولها باقي تحت كم من 3 ايام ولا 4 ايام ولا 7 ايام، عاد نسموها نشاركها مع المتتبعين. حنا كنقولوا لها بنت فريده، غندير لها قرعه ولا نسميوها اليوم صافي صافي. اليوم ان شاء الله ان شاء الله نعلنوا عليه اسم. شوف سكري تابعهم صغيره، شوف شوف شحال زوينه تبارك الله. خصنا نجرب بعدا، ما حنا باقي ما زررناهاش. ها شدا، ايه فرحت، ما كتبغيش توقف. بسم الله، ها انتم المتتبعين، ها انتم فلوس الزروره، ها انت يا فريده، مبروك عليك، مبروك زياده. مبروك زياده. شكون تاني؟ منال، ها انت قبلي على منال، ها انت بصحتك ويلا يخلف ليها. انت انا باش تشري لها بعد صافي شي لاعب. ها انت زائد الورده، انت ها انت شد البنيه، شد البنيه، ها هي تبارك الله. ها انتم تبارك الله، ها انتم المتتبعين ديالي العزاز. الدكاليه ما تخبي عليكم حتى حاجه، اي حاجه تشاركها معاكم. زوينه، اه تبارك الله. شوف فنيونه فنيونه فنيونه، اه تبارك الله. غتبقى بحالك ولا غتبدل ملي تكبري؟ ياك تبدل، غتبقى بحال ما غنقولك. انا ما بقاش غير القلاش، شفتي انت الشكل ديال القلاش؟ ها لا لا غتجي قهويه. ايوا لاله فريده على سلامتك، مبروك عليك. قهويه مبروك عليك، دير تحيه للمتتبعين. فريده فيه الجوع، راه فيه الجوع فريدة. في الكاميرا كتبان كبيرة، هي صغيرة. اللهم بارك. نعيمة قولي لي، خاصك تشرحي المتتبعين الحمارة على شحال من شهر كتولد؟ كتولد على 12 شهر عام. الله يسمح لينا من سيدي. 12 شهر. 12 عام مسكينة، شو المرة غير 9 شهور كتمل. 12 شهر. 12 شهر. والبقرة؟ 10 شهور. 10. 9 دابا 9. لا
لا 10 باقي 10 سعود دابا ما فهمتش حتى العربي دابا العربي اللي عارف انا عندي عليا واخا كاين شي وحده اللي تسعود وكاين اللي 10 غير شي مره غادي تبقى ديك الطريق ديال البكره تخرج 10 الشهر يلا صافي نشوفك انا كنخاف التاسع وكنضرب في 10 كتولد يعني كتسد التاسع وشويه في 10 قيد دير شوراك وقيد باش نشوف مع التلقيح اكد كتبدا مزيان ما كاينش قولي لي والنعجه النعجه 6 اشهر والمعزه المعزه قلت 6 اشهر خارف النعجه والكنار علاش شحال كيف قص بيض يخرج 40 يوم شهر و10 ايام وبيبي بيبي هذاك 28 يوم كل شهر شهر والدجاجه الدجاج 20 يوم وقليه قليه من شهرين والقمر قبل كيفاش كيقولوا شهر ولا شهرين قالوا من القمره القمره كتبلش فاش كطلع القمره كتبلش يعني كل شهر يعني كل شهر كل كل فين كتطلع القمره كتبلش كل شهر والقوري على شهرين القوري الكبير على شهرين هذاك القوري الكبير على شهرين سينيو سبحان الله بان عندنا دابا سبحان الله والنعجه قلت لك هي 6 اشهر 6 اشهر راه خدي ناعي ماشي انت تشري من الفارده عاد تقول لك المشاهده راه شي بلا علف ما في الفريده هذوك تستاهلوا فريده اييه شوفي لاله فريده صحابه راه في الفريده شوفي كتشم فلوس كتشميهم قالت لها شميهم راه انا غنشرلك عنك الله يلا مستنينا وشنو غتجاوبوا المشاهدين اللي كيطلبوا منكم في التعاليق جوله على فريده انت ان شاء الله غير تصح شويه فريده وغندور على واحد عندك 25 يوم ولا شهر غندير عليها جوله صافي ان شاء الله يا رب عاد دابا ما عرفتش واقله 3 ايام ولا 4 ايام انا عمر ما عقلاتش ما بحالش ولدات دابا واحد 20 يوم تقريبا 20 يوم تيوليو ركبوا عليها حرثوا عليها هزوا عليها الثقل دابا تكون يلاه والده ما غاديش نركبوا عليها ولكن ان شاء الله فيديو ناجح غنشاركوا معاهم ان شاء الله ركبوا عليها عندك عندك سرطان واحد السيده الله يشافيها يا ربي يشافيها مسكينه ويشافي جميع المسلمين يا ربي امين الله راه صوت واحد السيده في سبيل الله وصوت واحد السيده اخرى في سبيل الله ورانا داير واحد الفيديو راه ما منطيتوش باقا غادي نلوحو ان شاء الله ديال العشبه ديال مرض السرطان راه صحات عليها اختي الله يشافي جميع المسلمين يا ربي هذاك المرض ما تبغيش العدوك الشيمي والبولا وداك الشيء صعيب صعيب والله العظيم مسكينه راه حتى قال لها في الطبيب صافي قال لها راه الناس اللي غايشوفوا هذا الفيديو راه غادي نعرفوني عرفوني واش كنكذبوا ولا لا صافي شكرا هذا راه كيف راه غندير منها غير حد داكشي اللي انت فتيتي وخالتي نعيمه نتفوا في دقه واحده تبارك الله غادي غادي نغسلها بحال هكا ونفوسها بالضبط ونغسلها مزيان غادي نقطف لها هذا الوراق بوحده غير هذا الوراق كتقطف بحال هكا هذا الوراق بحال هكا وغادي ندير شي سمينية ونغطي مزيان تاع حياتي باش ما يلقطش سميتو الجرات في المقابله وداك الشيء وتكرم على الظن عاد غادي تطبعها ومع الشغل الاخرى ان شاء الله راني دايره فيديو غنوصل ان شاء الله وغنشارك مع المتتبعين غير الاخر شو غادي تركب على امها ملال باغا تهز دابا ملال كيف جات كمان البنت فريده زوينه قالت قبيحه باغي تمشي عند ماماها والمشاهدين بعد ما وريناكم شاركنا معكم فيديو اللي هو زوين تاع فريده وفرحانين وجيين تكنلقى واحد الحدش تبع الفلان السعودي بي كيجري عليهم راه لك طلعه بالهواء في جبنا عرفت واحد الحنش واعر 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 دابا مع العام بدا يسخن مع شهر ربعه كيبداو يخرجوا الحنوشه واخا تبارك الله الشتا كثيره والحنوشه عرفت تبارك الله تبارك الله باش ما يتعينوش
طيب تبارك الله العظيم ملي كنقول اي حاجه شفتها كنقول تبارك الله. ولات تدوش عليا المتتبعين ديالي العزاز كياكل الاولاد ديال الحمام وياكل البيض ودوك الفلاس الصغار ديال البيبي. دابا هو جابوا لهنا عرفتي قبيح قبيح قبيح، دابا هو شديناه ولكن مع العواشر هذه ما غاديش نقتلوه. حيت الا خلوه هنا غيعاد الدراري الصغار راه قبيح كيعض، غيدير واحد البلاصه اللي هي بعيده من الدار، بعيده غير دينا غير خاويه وغيطلقوا تما. حيت واحد المره قتلناه قالنا علاش قتلتو ديتو دنوفو، مره خرج دينا واحد طلقناه قال لك لا السما ماه لعب، علاش علاش طلقتوه؟ دروك حنا ما عرفناش شنو نديرو. دابا اختارنا قلنا غادي دير واحد البلاصه اللي هي بعيده ما كايناش بعيده على الدور، غير غير الخلاويه تما غيطلقوا ويجي. ها انت وري مال عربي نخليكم مع المدرب ديال الحنوشه والافاعي. لا 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 العربي درت هذاك وين شوف شكي كيبغي يتلاح. شوف قرب عقرب الكاميرا هانت شوف شوف كيتجمع باش باغي يتلاح. عرفتي مخرج السين وعرفتي بلي عاد الضغط يطلق فيه السم قتلو. شوف فاش تخبى عرفتي راه كيتلاح كدير ليه هو هكا هو كيبغيك تقص ليه ما كيبغيش يتقلب وما كيبغيش تقرب ليه الراس. لا ها هو بغا يتلاح ها هو كدير ليه بحالو شنو غيتجمع عرفتي راه كبير ما عرفتش كيبان في الصورة بغا يطيح لا يطلع لك العربية شوف كيفاش كنخفخ تحت فمو شتي كيبغي يطلع السم عارف السمم معاه لعب. شوف شوف كيفاش دايره سبحان الله فيه اللون فيه كحل وصفر وكل شو واحد اللون غلوزي. هو ما كيبغيكش شي كيتلاح شي. شو العارفه غير تلاح عليك عاد داك العربي. كيبعد باش يتلاح. شي تلاح شنو وصل لك العربي. بعد منه بعد. ما كيخاف يا اخي شي. عاد راه غير خاصك خليك تتقرب منه راه غير تلاح لك عاد داك العربي. ها هو ما كيبغيش يتقلب ما كيبغيش يتقلب شي على ظهره على كرشي. العام. ندير بحال كنعرفي العربي 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 كنت غير الكرش ديالو شديه ولكن الوحيد جد بدل حوايجك تعطم يديك ضروري حيت ما يمكنش يخليه هنايا راه الصغار وداك الشواعر شوفي كيفاش كيعض شفتني وانا قلت له قتل حنش من راسو راسو الحنش غادي تحكمي فيه خصك تشدي من راسو شوفي عرفتي راه كبير دور دور لي كرشو الكاميرا دور دور لي كرشو لا كرشو لهنا معاكي شنو داك اللي قلتيه خالتي اش كيقولوا واحد حالف عهد قال لهم عطيت عهدي عطيت عهد ما عمر كلشي تشوف هي الشمس على ما مات ها هو دابا هي كرشو كتشوف الشمس وري كرشو الشمس والله ما باغي يوريها الشمس شوفي شنو ها شفت الواه اي كيفاش تبفر بحال كنشدني داك العام في الصيف قالت العربي كبير بحال هذاك بحال كبير ولكن هذاك ما كانش عض هذا واعر هذا خطر اخطر حنا شنو بان ليا هذا والله هذا جاني واعر على ديك الكرشي شو تاوري وريني باش الكاميرا وري الكرشي ديالو باش يشوفها الناس كرشو سبحان الله غادي نشوف وها الشمس وهي بزز بزز ما تيبغيش يوريها سبحان الله انت فيه الصفر والدار ديالك حلو فيه الصفر في الجناب والكرش ديالو غوزيه ومعت ليمونيه اللي كيدير داك اللون لا بحيرش شي حيش حيرش هذا راه كيقولوا ليه بالسكر هذا راه خطير هذا هذا هو بالسكر واعر كيعرف اش كيتلو شوف باش يشد شوف كيفاش غيتلو شوف غيتلو على العربي العربي غاتخاصك دي وتمشي للحلقه اللي فيه هذوك اللي كاين كيدور الحلاقه راه تيحيدوا من السم بدو هذا اللي ما يقتلهم والله تقدر كيحيدوا لي السم وكيدربوا هذا في السم هذا يلا العربي غتدير واحد البلاصه اللي هي بعيده تما على الدراري الله يحفظك الصحه يحفظك صافي عاوني هادوك لا خويا ما نعاونوش غادي شديه معاه شي موس قريب جيبوا ليه موس جيبوا ليه موس غتحلو لنا عيني يا صاحبي شوفي من الفوق غير القلب هادي ديال البلط وصافي حنا سايبين حنا شحال ديال الحديده ديالهم نعم مخافي شفت انا بقى يحلي هذيك الحديده علاش خفتي؟ قالك اجي طلقوا لي طلقوا لي خنتي نحيدو من هنا جبغي طلقوا لينا ويعا باش يعرفوا ما قديش دير التحدي تخليه يحطوا لك هكا على عنقك لا
تبدل حوايجها وتبدل لا لابسه حوايجها لا شدو مزيان مازال وراه غيجي غسل ويجي اش بان لك اخالتي في الحنش خطير الحنش خطير شوف كيفاش كتدفر كيفاش تعقد شوف كيفاش تعقد شوفي تعقد لي على يده سلام المتتبعين الى عجبكم الفيديو خلوا لايكات وكومنتات زوينه بحالكم وما تنساوش ديما ديما لي لايك لي لايك تنساوش على المصداق الجديد اجي جديد ان شاء الله دابا غنخليكم مع حنائنا راه غيدو غير البنات والعرب غدو واحد البلاصه بعيده وغنشاركوا معاكم كيفاش غيطلقوه البلاصه غيطلقوه فيها ما قدرتش نمشي معاكم سلام سلام عليكم دابا جينا هنا لواحد البلاصه بعيده صافي غادي نطلقوه فين البلاصه غتطلقوه هنايا لا نطلقوا هنا في الحجر وراه غادي يرجع هاي ديري لي راه تصور تصور في البلاصه ها هو غادي ما خافش يرجع